كاين قصه تاع الوصول تاعنا نورم، وحنا لحقوا ساعتين قبل المقابله للملعب، يعني كان ازدحام كبير يعني، ولحقنا نقول لك شويه متاخر، مش متاخرين كثير، ولكن لا لا انا حنا كي لحقنا كنا شويه مقلقين علاش لحقنا الوطر، ولكن في نفس الوقت الحكام لحقوا في وقت معنا، يعني الشيء اللي صرا ما صراش لي برك الجزائريين قال الحافله ولا كي لحقنا شويه مقلقين، ولكن رحنا مع الحكام وتاع المسؤولين تاع لا ليغا راب، مام الحكام داروا نفس التاخير، يعني كان مانيش عارف اشياء كما يقولوا طارئه من ناحيه في الطريق، ما لحقناش وحدنا احنا والسعوديه ولا مام الحكام لحقوا يعني في نفس الوقت.